ده كان بالنسبة للأشكال اللي احنا شفناها لما بنصمم حاجات من واقعية المباراة. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي ممكن اشتغل انديفيدوال مع الحارس في حاجات تخدم سرعة حركية، سرعة انتقالية، ممكن إدراك حس حركي، ممكن يكون حاجات متعلقة بالقوة، ممكن نستعرضها كلها مع بعض في أشكال متداخلة. وفي الآخر خالص يبقى أنت شفت مجموعة من التدريبات اللي ممكن تساعدك على الشغل بتاعك، وممكن احنا هنعلق ببعض الفقرات الصغيرة على الفيديو وهو شغال. ديت كانت الأفكار والحاجات اللي احنا ممكن نقدمها لك، وتعالوا نشوفها مع بعض ممكن تبقى شكلها عامل ازاي. يلا بينا كلنا نتفرج على الأشكال الفردية اللي ممكن نستفاد منها. يلا بينا. بكده بقى يبقى خلاص انت لما تيجي بقى تصمم التدريبات بتاعتك وتقعد على ترابيزة المكتب وبتقعد تفكر انت عايز تشتغل ازاي، لازم يدور في ذهنك قبل ما تعمل اي تصميمات: انا عندي مجموعة من الاسئلة لازم اسألها لنفسي، انا معايا قد ايه من الوقت عشان هشتغل مع الحراس، ممكن اتساءل عدد الحراس اللي موجودين معايا، هم 4 حراس، 3 حراس، حارسين، حارس واحد، عشان تعرف تصمم الشغل بتاعك كويس. كمان بتدور على المكان اللي انت هتشتغل عليه، هتشتغل على نص ملعب ولا على ربع ملعب ولا على جزء من الملعب. كمان ممكن يبقى فيه تساؤل ان انت بتسأل نفسك المساحة اللي انت هتشتغلها وانت اخترتها ديت، هل هي تبقى مناسبة ولا مش مناسبة بالنسبة لانت تشتيت الانتباه بالنسبة للحراس. ما تروحش مثلا تاخد ربع الملعب الاولاني اللي هو جنبه ملاعب تانية في حد بيتحرك صوت الناس وبتاع، لا انا عايز اخدهم في حتة منعزلة بعيدة شوية، يبقى ناخد الجزء التاني من الملعب. ده بيساعدني كتير جدا على ان انا اعمل انتاج وشغل كويس بالنسبة لي. دي حاجات ممكن اعتمد عليها. وممكن كمان ابقى محتاج اشوف عدد اللاعبين اللي انا محتاجهم في التدريبه، ودي بتبقى بالتشاور مع المدير الفني. انا محتاج 6 أو 8 لعيبه هيكونوا معايا اللي بيخدموا على الموضوع دوت، وبشتغل بردك، ودي بردك بتخليك تبقى انت راجل عندك القدره ان انت تقود مجموعه كبيره، ويبقى عندك الفكره اللي انت فاهم يعني ايه الجزء اللي هو التحضير في الثلث الهجومي ازاي بيبقى بعمل عمليه الانهاء. انا فاهم المواصفات الفنيه بردك، حتى المدرب يبقى عنده ثقة ان انا لما ببقى ماسك مجموعة فانا فاهم يعني الخطوات الفنية اللي المفروض تتم في التدريبة ديت. بخدم اللعيبة وبخدم الحراس، ولكن انا التصميم التدريبة كلها بتبقى رايحة هدفها الاساسي لحراس المرمى. كمان لازم ابقى عارف الادوات اللي انا هستخدمها، انا هستخدم شواخص هوائيه، هستخدم في التدريبات بتاعتي اذا كنت شغال انديفيدوال لوحديها كده، انا هشتغل النهارده بكور طبيه، انا هشتغل النهارده بالكور البالون، يبقى لازم احضر العدد اللي انا محتاجه من كور البالون، شغال بالفيت ورك او العصيان، بس انا شغال النهارده ب
الكور التنس، يعني كل حاجه انا محتاجها في التدريب انا اكون محضرها وعارف الهدف الاساسي اللي انا هاخده من الحارس. يتبقى بعد كده مكاني انا ببقى واقف فين وانا بتكلم مع الحراس بتوعي وبشوف الاداء بتاعهم هل مؤثر ولا مش مؤثر. ساعات اقول له انا على طول بطريقه القياده خلي بالك الكره دي كانت المفروض تتعامل معاها بالشكل الفلاني، في بعض الاوقات ممكن اروح اساله واقول له الكره اللي فاتت دي كان المفروض تطلع ازاي اذا كان هو ما قدرش هو يستخدم الاسلوب المناسب او ما ساعدتوش العمليه ان هو يوصل للنقطه المؤثره. فانا بقول له المفروض انت كنت تتعامل ازاي او ايه اللي كان ناقصك في الكره اللي عدت منك ديت. ممكن هو يكون الطرح يكون عنده انا حركات الانتقال عندي كانت مش كويسه، انا وصلت بس ما زقتش كويس، انا وصلت بس ما مسكتش الكوره كويس. يبقى بناخد وندي مع الحراس، ودي طرق من الاساليب التدريبيه. اتمنى ان يكون الموضوع النهارده قدرنا نقول افكار جديده في التعامل مع الكرات العاليه. طبعا احنا ما بنديش الوحدات التدريبيه ان انت الاحماء تعمل ايه وفي الجزء الرئيسي تعمل ايه وبعدين ندي لك الختام تعمل ايه، لا احنا بندي فكره على المتغيرات اللي انت ممكن تعتمد عليها، وبندي بقى الفرصه للمدرب ان هو يبتكر ويبدع ويطلع كل حاجة بتساعده على الابتكار والإبداع. ديت بالعرض السابق يبقى ديت فكرتنا وحكايتنا اللي كانت موجودة النهاردة، ولحد ما أجيب لكم فكرة جديدة وحكاية جديدة عايزكم تستمتعوا بالحلقة ديت، ومفيش حد يطلع بره البيت، خليك لغاية ما الأمور تتظبط إن شاء الله، وإن شاء الله القادم هيكون أفضل. اترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام.